الشرق أوسطيون أكثر شعوراً بالتمييز العنصري في أماكن العمل. السجن المؤبد والطرد عقوبة مستحقة لرجل مزق جسد طليقته. كنافة البدر اس اي موبلر بابكر ابو كاس. اهلا بكم الى نشرة اخبار الكومبس، معكم علاء يعقوب. القادمون من الشرق الاوسط وافريقيا اكثر شعورا بالتمييز العنصري في مواقع العمل السويدية. دراسة جديدة اظهرت ان المجتمع يعاني من مظاهر مختلفة لعدم المساواة بين الناس باختلاف اصولهم. الدراسة التي أعدها باحثون من جامعة لوند بالتعاون مع مجلس مقاطعة ستوكهولم بيّنت أن الذين ينحدرون من السويد وأوروبا الغربية وأمريكا الشمالية يحصلون على دخل أعلى وفرص أكبر للالتحاق بالتدريب خلال العمل، كما أنهم يقطعون خطوات مهنية أفضل في الترقيات مقارنة بأولئك الذين نشأوا في أجزاء أخرى من العالم. حوالي 33% من المستطلع آرائهم قالوا إنهم عوملوا بشكل مختلف في العمل بسبب عرقهم أو لون بشرتهم، وكانت النسبة الأكبر للناس المنحدرين من أصول شرق أوسطية أو إفريقية، حيث قال 46% منهم إنهم شعروا بالتمييز. ومن أوجه التمييز التي يشعر بها ذو الأصول غير السويدية أنه يجب عليهم العمل بجهد مضاعف مقارنة بالآخرين حتى يحصلوا على الامتيازات نفسها، أو أن آرائهم لا تؤخذ على محمل الجد في العمل. انفجار يوتوبوري لا يزال شغل الشرطة الشاغل. الشرطة تواصل بقوة البحث عن الرجل البالغ من العمر 55 عاماً المشتبه به في تنفيذ التفجير الذي هز مبنى سكنياً في منطقة أنيدال الثلاثاء الماضي. معلومات جديدة تكشفت اليوم عن المشتبه به الذي كان يعيش في المبنى نفسه وانتقل منه قبل التفجير. المعلومات بيّنت أن هيئة جباية الديون كرونفوغدن طردت أحد أقارب الرجل المشتبه به من شقة في المبنى بعد ساعات فقط من الانفجار، فيما وصف الجيران المشتبه به بأنه كان شخصاً غريباً لكن لم يكن يبدو أنه يشكل تهديداً. وقالت الشرطة إنه على الأرجح يحمل حقداً على السلطات الرسمية ويشعر بمعاملة غير عادلة، وكان المشتبه به يخضع لإجراءات قانونية من السلطات، واتهم مؤخراً بتهديد مدير دار رعاية المسنين التي كانت والدته تعيش فيه لأنه لم يسمح للرجل برؤية والدته بسبب قيود كورونا. إحدى الجارات تؤكد علاقة الرجل الوثيقة بوالدته وأنه كان غاضباً لأنه لم يتمكن من الاحتفاظ بالشقة، فاضطرت أمه إلى العيش في دار المسنين. فرحة التحرر من قيود كورونا لم تكتمل في ستوكهولم، حيث أكدت مستشفيات عدة تفشي فيروس RS المعروف بالعربية باسم الفيروس المخلوي التنفسي على نطاق واسع. المعلومات الطبية تشير إلى أن الفيروس يمكن أن يكون خطيراً بالنسبة للأطفال الرضع الذين لا تتجاوز أعمارهم بضعة أشهر، وكذلك المسنين. رئيسة قسم الرعاية في مستشفى ساكسكا للأطفال كريستين سافرستام قالت اليوم إن الوضع متوتر جداً في المستشفى، ودعت أولياء الأمور إلى البقاء في المنزل مع أطفالهم حين ظهور أي أعراض عليهم، واتباع كل أفراد الأسرة قواعد النظافة العامة وغسل اليدين جيداً. الفيروس يسبب عدوى للجهاز التنفسي العلوي والرئتين، وهو مرض شائع يصيب كثيراً من الأطفال قبل بلوغ السنتين من العمر، ويتأثر الرضع بشكل خاص من الفيروس ويسبب لهم صعوبة كبيرة في التنفس، وقد يؤدي في الحالات الخطيرة إلى الالتهاب الرئوي أو التهاب القصبات الهوائية. نبقى في ستوكهولم، حيث تؤيد غالبية الأحزاب في المدينة اقتراحاً بتمكين قطاع الصحة والرعاية من نقل الموظفين الذين لا يريدون الحصول على التطعيم ضد كورونا بهدف حماية كبار السن والمعرضين للخطر. محافظة ستوكهولم سجلت أدنى نسبة في البلاد من حيث نسبة الموظفين المطعمين في قطاع رعاية المسنين، فيما قال سياسيون أنه لا يجوز العمل مع كبار السن أو المعرضين للخطر إذا لم يحصل الشخص على اللقاح،
مشيرين إلى أن كثيرا من المسنين يشعرون بالقلق من التواصل مع موظفي الخدمة المنزلية أو دور المسنين غير الملقحين. وتؤيد أحزاب الليبراليين والمحافظين والبيئة والوسط نقل الموظفين غير الملقحين، بينما تطالب بعضها بسن قواعد خاصة بذلك على الصعيد الوطني. قتل طليقته بأربعين طعنة، جريمة هزت السويد في نيسان إبريل الماضي. واليوم أدانت المحكمة الرجل البالغ من العمر 40 عاماً بالسجن المؤبد والطرد من السويد بعد قضاء عقوبته، كما حكمت عليه بدفع تعويضات لأبنائه التسعة ولوالدي طليقته ولرجل هدده بالسكين أثناء ارتكاب جريمته. الضحية السنية دوبراني البالغة من العمر 44 عاماً ذكرت التحقيقات أنها تعرضت لمعاملة عنيفة من زوجها في السابق وحصلت على الطلاق منه في العام 2015 بينما تولت الخدمة الاجتماعية السوسيال رعاية الأبناء. وفي يوم الجريمة كانت سنية متجهة لمقابلة أولادها في موتالا، فكمن لها طليقها في محطة لين شوبينج، وحين رآها هاجمها بسكين كبيرة وطعنها بوحشية ليرديها قتيلة في وضح النهار أمام نظر الناس الذين لم يتمكنوا من إيقاف الهجوم المروع. كانت أمي حنونة وطيبة وأرادت حياة أفضل لنا، أفتقدها كثيرا، يقول الابن الأكبر البالغ من العمر 19 عاما. لين شوبينج أيضا شهدت مؤخرا حادثة غريبة تعرض فيها طفل في التاسعة من عمره لمحاولة خنق من رجل خمسيني في أحد المسابح. محمد جابر والد الطفل قال للكومبس إن شاباً شاهد بالصدفة الجاني وهو يضغط بيده على عنق الصبي محاولاً خنقه فتمكن من إنقاذه. وشرح الوالد كيف أن الحادثة التي حصلت الأحد الماضي قلبت حياة العائلة رأساً على عقب، وخصوصاً الطفل الذي بات يشعر بقلق دائم. دوافع الرجل ما زالت مجهولة، غير أن العاملين في المسبح تمكنوا من إيقافه واستدعوا الشرطة التي ذكرت في بيان صحفي أنها تحقق مع المشتبه به بتهمة الاعتداء على الطفل. نشرتنا انتهت، نهاية أسبوع سعيدة، وللمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعوا موقعنا الكومبس.سه. إلى اللقاء. كنافة البدر، SA موبلر، بابكر أبو كاس.